بارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عتاجة. المهم كيفاش هادي راه فيها سر. شوف كيفاش غادي دير، غادي تعطيني 50 مليون وتعطيني طوموبيلتك ونديرو ريبريز. نعطيك هادي. طلع شوف، طلع شوف، طلع شوف، ركب ركب ركب، طلع شوف، طلع شوف، ركب وتمتع عليا. زيد طلع طلع، زيد زيد، شوف جلس تشوف الطوموبيل. ها شوف شوف، ولكن عرفتي علاش داير لها ساحل مليون؟ فيها واحد السر. عرفتي هاد السر شنو هو؟ وها انت رد بالك، عندك ها انت رد بالك. انت جيت شبوك لبكنا ما سيدي ولي بوتي نجيبو ليه. راه ليه واحد البراد دا تيكون مشحر. هي الاولى المعلم براد دا تا مشحر. ها كي جيتك اويلي هذاك انت ولا ماشي انت؟ ها انت فين درتي الطوموبيل؟ اويلي استغفر الله، اويلي على شوهتينا. انت قول لي كيف فين درتي الطوموبيل؟ لا ما طالعاش، لا اويلي بديتي بعتي قمرتي بها ولا شنو؟ اويلي على شوهتينا. قدولي اشنا اشنا هذه راه همزه جابها الله، ما خصنيش نفوتوها. همزه اشنا همزه؟ رانا عطيتهم طوموبيلتي وزدتهم 40 مليون وبززت باش تقولوا لي. حالت وهي ما تداولك طوموبيلك ما قلت لك شي حاجه ولا تصطيتي. اويلي على عطيتهم 40 مليون، اويلي 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 على الطوموبيله مش هذا. ها المفاجاه، مفاجاه. شوفي مزيان، شوفي فيها مزيان. انا جيت شبيك لبيك واللي بغيتي نجيبو لك نعماس. يا حبيبي يعلم زويناتو شنو هي نعمه. لاله راه المدام واحد البراد ديالها تيكون مسحر. والله إلا جاب لينا براد ديالها تاي. مالك ما تقولش يجيب لنا شي 50 مليار؟ على المدام واحد 50 مليار هنايا. اسمح لينا عم سيدي وما ديرهاش مني قلة صواب. خذ نفس الصغير في البراد ديالها تاي. لا لا زعما شوف السلام عليكم. جاب الله التيسير يسهل ويعاون. مرحبا بكم معنا في البرنامج الفلاحي، والان معنا الاخ الكريم الفلاح. الاخ الكريم الله يخليك الاسم. ها هلو الاسم ديالك؟ هلو انا سميتي الحاج علي بن الحطاب. متشرفين. شحال عندك ديال البقر؟ خليك معنا الله يخليك. واين هما البيضين ولا الكحلين؟ البيضين. البيضين انا لا عندي واحد اش غادي نقول لك، انا لا عندي واحد 15 بقره تبارك الله. تبارك الله. والكحلين؟ الكحلين تا هما شي 14 بقره تا هما بحال بحال. اشنو كتوكلهم؟ هنا الكحلين ولا البيضين؟ البيضين. والبيضين كنوكلهم الشمندر. والكحلين؟ تا هما الشمندر. اشنو تتشربهم؟ هنا هما الكحلين ولا البيضين ولا الكحلين؟ البيضين. البيضين انا كنولدهم في البير. والكحلين؟ تا هما في البير. اشري نسمع تبارك علينا. ها الكحلين ها البيضين هما بحال بحال. حتى ماك مقلق ماك عا كيشتو دابا هما الكحلين دياولي. والبيضين؟ تا هما دياولي. سيدتي وسادة من هذه الطبيعة الجميلة أخاطبكم في برنامجكم مع الطبيعة. الآن بغينا نوجهوا واحد الخطاب للمواطن المغربي أنه كيخصو يحافظ على الطبيعة ديالو، ما يروحش الزبل في المكان، ويحترم الطبيعة لأن الطبيعة مهمة، والشجرة دي هما فين كنجلسوا، والشجر هما اللي كنتنفسوا بهم، لهذا ما خصناش نروحوا الزبل في المكان. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. وسعيد وي طلع شي قرر طلع. والله ما عندي خوك الريال ما كيدورش وحق الله العظيم. الريال ما كيدور واش واقف كدير؟ كنتسنى في الشيفور ديالي غيجي. اش كتسنى؟ الشيفور ديالي غيجي. انت عندك الشيفور؟ دابا الوالد مني مات خلانا الطوموبيل بالشيفور ديالها مع انا ما عندي ما ندير بالطوموبيل لان الله غالب بعت الطوموبيل وتصاحبت مع الشيفور. واش واقف كدير دابا؟ كنتسنى الشيفور يجي باش يدور معايا صاحبي. مالك عاوتاني؟ صاحبي متبقاش ندخل هنا. اجي طيب ما عرفتش غنديرو والله العظيم. فاش كتخبى معاوتاني؟ قول لي اش دار لك؟ ناخذ هاد جوج عمارات ولا نشري طاقيه؟ كونوا موجودين. انت مالك عمالك وتعيط التليفون مالك؟ واش عرفتينا حنا فين؟ حنا من الخارج، راك خدلتينا بالتليفونات. شوفوا خاصكم تماركوا البيوت، الجمهور راه كيتسنى. راه دابا ملي غندخلوا حمروا الكاوجي، وراه عرفوا بان خاصكم تحمروا ديال وجه المغاربه ديال كلهم، خاصكم تباركوا البيوت، خاص كل واحد. شوف انت مالك حيد البورطابل، حيد البورطابل. اسيدي شوف اللي بغى زياده غنزيدوه، الا بغيتوا على زياده غنزيدوكم، اللي ما قدرتوش الماكله نوكلوه. دابا كاسيتكم الصوف، شكون اللي دايرين التونيات ديال الصوف؟ انتم الوحيدين اللي عندكم تونيات ديال الصوف، انت واحد ما عندك تونيات ديال الصوف. يلا دابا ملي نخرجوا الله يرضي عليكم اعطيوني الماكسيموم، اعطيوني الجهد ديالكم. التاق لا ريال ضروه، انا ما كتعجبنيش بزاف، لا ريال نقوش، تتابان ليا سميتو الدفاع، غندير كثر الدفاع، هي تا غندير الدفاع. يلا كلشي موجودين موجودين، يلا حملوا الجهد. انا نطري وتيره، يلا انا الجمهور كيتسنى، انطري وتيره.